مصلحة المكون السني اليوم حقيقة، اليوم المكون يمر بأضعف حالات، وقرار كل ما يصير أكو تزمت في القرار يصير أكو تشتيت لهذا المكون وضياع لحقوقه. زين، فهذا أدركوه الأخوة في ليش هذه. ليش ضعف لك؟ ليش ضعف شعب؟ شعب كامل لو مو شعب. لا أنا دا أحكي، دا أحكي استحقاق مكون. ايه؟ دا أحكي استحقاق مكون. هذا المكون اليوم عنده طلبات يريدها من كتل السياسية، يريد عفو عام، يريد مصير مغيبين، عنده 100 مشكلة. زين. عنده مشاكل صار له 21 سنة. ايه؟ اليوم إذا ما حلوا لها شو تحلوا لها؟ فلذلك بالمناسبة هي من علايم شبابنا، هي ربطة ترى وما تدوش ايش بعد انتهى الموضوع. شلون؟ بيد من مات. يعني اليوم السياسة السيادة والعزم لو عندهم شوية خبرة سياسية يمكن ربطة بيد الخنجر هسه مو؟ ما تدوش ايش بيده. يعني ال 21 شو يريد يسوي؟ مو مالته ال 21 هو والعزم. آه. هو ايش عنده الرجال؟ كل شيء ما عنده. بس قصدي اليوم اذا يردون يلعبوها صح. شو ما عندك انت سياسي اوقف لي. من هو؟ الخنجر ما عنده. عنده بس كم واحد؟ عنده كم واحد. زين. القصد المفروض هسه هم اليوم يصدرون بيان تمسك، تمسكهم بدعم محمود المشهدان. هم اليوم المفروض يبادرون لسحب ترشيح سالم العيسار. حتى تطلع باقل الخسائر.